أحسن الله إليكم. أبو إبراهيم من الدمام يقول: شخص يتظاهر بالمرض أو بالتعب خشية أن يصاب بالعين أو السحر، فهل في هذا قدح في عقيدة المرء؟ هذا وسواس من الشيطان، عليه أن يترك هذا الشيء ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويحسن الظن بالله ولا يكون عنده هذا الخوف وهذا الوسواس، وهذا من الشيطان. نعم.